الصين دخلت على خط الأزمة وقالت إنها بتسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت على استغلال كونها عضو دائم في مجلس الأمن لتحقيق التهدئة وحماية المدنيين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، لو حضرتك بداية توضح لنا الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية. صباح الخير، بارك الله فيكم، وصباح الخير على مصر كلها. أما الصين فهي دولة صديق تقليدي لنا، والحقيقة تنظر إلينا نظرة إيجابية للغاية. لماذا؟ لأن مصر أول دولة في العالم الثالث اعترفت بالصين الشعبية في ثورتها سنة 56، ودفعنا ثمن غالي في هذا. عدوان 56 كان أحد أسبابه أن اعتراف مصر بالصين. وأنا دايما أضرب المثل ده مع السياسة الخارجية المصرية، ندم بعد 40 سنة واتبعها، لأن الغرب وأمريكا هم اللي كانوا بيعملوا. سعادة السفير، الصوت مش واضح. طيب، النهاردة الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ولأوروبا، وبالتالي نظرتها إلينا وعلاقتنا بها نظرة صداقة ووضع يعني قريب جدا في السياسات. وايضا هي تقف على نقطه دول النامية او دول عدم الانحياز، ايضا حاولت ان تكون تتعاون مع هذه التجمعات لمصر ضمن قيادتهما. ثم الان كفرنا طفره جديده، الصين اصبحت ما شاء الله الدوله رقم واحد في الصادرات في العالم، لديها فرق في التمويل، أكبر حائز للدولار في العالم، عشان اللي بيتكلموا على إن هنعمل اليوان بدل الدولار، لا، دي الصين مش هتسمح بهذا. الصين بتحاول ترفع سعر الدولار وتخفض سعر اليوان الصيني عشان تظل في مركز أفضل بالنسبة للتصدير. وبالتالي بنتعلم كل هذه الدروس. ثم بدأت الصين تهتم أيضا بالاستثمار في مصر، ثم عن طريقنا أيضا دخلت إلى أفريقيا وبتتلمس طريقها في افريقيا بشكل طيب للغايه. ونحن نطمئن للنظره الصينيه بحكم انها نظره صديقه. صحيح. ده بالنسبه يا فندم للعلاقات المصريه الصينيه، وايضا الصينيه الافريقيه او بقاره افريقيا. لكن بالنسبه لما يحدث في قطاع غزه، الراي الصيني كان ايه يا فندم؟ بالتاكيد مفيد لنا جدا، لانها لاحظ ان هي واحده من الخمس اعضاء الدائمين اللي لهم حق الفيتو. فبالتالي سوف تمنع أي قرار ضد الجانب العربي أو الفلسطيني، وتحاول أن تصدر قرار. طب فرص يا فندم، سعادة السفير، يعني احنا أمام معسكر غربي أمريكي أوروبي بتقوده طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. في كل جولة تصويت استخدام الفيتو الأمريكي، شفنا ده أمام المشروع الروسي وأمام المشروع البرازيلي. إلى أي مدى أو مساحة التحرك السياسي والدبلوماسي للصين كعضو دائم في مجلس الأمن، وأيضا لروسيا، لأنه احنا بنتحدث على معسكر آخر بيقف أو بيطالب بشكل مباشر بوقف إطلاق النار، الصين وروسيا. إيه الأوراق السياسية والدبلوماسية للصين وروسيا؟ لدينا مشكلة في التنظيم الدولي، وهو حكاية الدول دائمة العضوية اللي عندها حق الاعتراض. فممكن 14 دولة يوافقوا، وأظن أيام انتخاب بطرس غالي سكرتير عام 14 صوتوا معاه وأمريكا اعترضت. فده قبل كده في الستينات كان روسيا هي اللي كثيرة الاعتراض. لهذا ابتدعنا نظام اسمه الاتحاد من أجل السلام، وهو إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار يحال الأمر إلى الجمعية العامة، وهي قراراتها مش ملزمة زي مجلس الأمن. لكن ده هو القرار الأخير يا فندم اللي طلع بوقف إطلاق النار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. هو ده انتصار لنا، لأن 129 دولة صوتت معاه، اللي عرضوه أربعة أو خمسة، اللي يمكن امتنعوا على التصويت 40 دولة. فيعتبر انتصار كاسح للقضية الفلسطينية على الأقل من الناحية الدعائية والناحية القانونية في الأجل الطويل. احنا عندنا يعني مهمتين عاجلتين جدا مطلوبين بغض النظر عن حل المشكلة الفلسطينية أو مشكلة غزة، وهما أولا نبعث الماء والهواء والوقود والدواء لإخواننا المحاصرين. وأنا أقسم بالله مهما أوصف لك درجة الألم اللي بشعر بيها
لما بشوف مناظر الدمار، ان تدمر عمارة على من فيها. وانا يعني كما لعلك تذكر انا كنت مدير ادارة اسرائيل وزرت كل الاراضي الفلسطينية، ومعجب اعجاب وادعو الله لهم بالصمود، معجب بالصمود الفلسطيني، لان هو ده السلاح طويل الاجل اللي هيكسب في النهاية. عدم تحرك الفلسطينيين من مكانهم وان يبقوا في مكانهم هو ده السلاح الاخطر في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وسيأتي وقت، الان لاحظ بدينا نرى الفلسطينيين اندمجوا في المجتمع، بحيث لدي 10 او 12 نائب عربي داخل الكنيسة البرلمان الاسرائيلي، وابتدى يكون لهم صوت. لكن انا بقابل الوقت مشكلة، هي ان اسرائيل منذ نشأتها حكما حزب اما العمل او الليكود بالتآلف مع احزاب اخرى. مفيش حزب من يوم نشأة اسرائيل حصل على الاغلبية المطلقة. لدرجة انا مرة بأداعب شيمون بيريز وبقول له انتم متهمين بمحاولة السيطرة على العالم العربي. رد يوضح لك المشكلة، اللي احنا 42 جنسية وما نقدرش نسيطر على نفسنا، هنسيطر عليكم ازاي؟ فنحن في وضع اسوأ كمان دلوقتي، ان حتى الحزبين الكبار مش بيفوزوا بأغلبية تسمح لهم بالحكم. فالآن حكومة من واحد من متطرفي سعد السفير يبدو ان احنا اتفضل سعد السفير مع حضرتك. نعم، ومتحالف مع احزاب متطرفه، ووزير يهدد باستخدام القنابل النوويه. اول مره اسرائيل تعترف ان لديها قنابل نوويه، علما بان الغرب يمنعنا من مناقشه هذا امام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. يعني ازدواجيه معايير مقلقه، والعداله يعني تشكو. ده اول اعتراف رسمي يعني ان احنا بنمتلك قنابل نوويه وترسانه نوويه، يعني كانه اعتراف كاشف للدوله الاسرائيليه. نعم، مع ان منعونا لما رحنا، الدول العربيه طلبت في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، بس بنسال سؤال بريء، عندكم قنابل نوويه ولا ما عندكوش؟ علما بان في منع، اتفاقيه منع انتشار الاسلحه النوويه احنا منضمين لها، واسرائيل مش منضمه ولا بتقول ان هي عندها ولا ما عندهاش. ده وضع شائك. طيب سعاده السفير، اتمنى ان احنا يكون الاتصال مازال معنا. سعاده السفير حضرتك سامعنا؟ سامع كويس جدا. طيب بالعوده مره اخرى للعلاقات الصينيه الامريكيه، احنا امام مشهد مختلف. زي ما قلنا في البدايه حضرتك انه الصين دخلت على خط الازمه وطلبت بتحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزه، وهو الى حد ما مغاير للاداء الصيني. الصين زي ما حضرتك تحدثت هي معنيه اكتر بشؤونها الاقتصاديه. وعلى جانب اخر ايضا تابعنا زياره وزير الخارجيه الصيني للولايات المتحده الامريكيه في اكتوبر، يعني من كام يوم تقريبا، في هي واحدة من أهم الزيارات، وهو أكبر مسؤول صيني يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 5 سنوات. في ظل هذا التوقيت يا فندم، رؤية حضرتك لهذه الزيارة في هذا التوقيت، وكيف يمكن أن تنعكس على ما يحدث في قطاع غزة؟ سعادة السفير، وبالتالي نحن نطرق كل الأبواب، طرقنا باب الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة، طرقنا باب الاتحاد الاوروبي، ونحن على اتصال جيد جدا مع الاتحاد الاوروبي. نحن في افريقيا تصوت معنا بالاجماع، لدرجه ان افريقيا عامله حاجه غير عاديه، ان جعلت فلسطين عضو في الاتحاد الافريقي، رغم ان فلسطين في اسيا مش في افريقيا. صحيح. ثم الصين ايضا، ثم روسيا، كل هذه ابواب نطرقها. ثم في المحادثات الثنائيه، ثم لما زرنا الرئيس بايدن غير رايه لما شاف وحدة القرار العربي في الاجتماع اللي تم في السعودية، لأنه كان جاي بيطالبنا أن نعمل حلف ضد إيران، وكان هذه الأولوية. ردت عليه الترجمة المصرية بكل قوة، قالت إيران ليست العدو، إنما العدو من يحتل أراضينا ويعتبر الجولان السورية جزء من أراضيه. فغير رأيه في 6 ساعات، وبدأت فعلا صوت في أمريكا يطالب إسرائيل بحل الدولتين، مش حبا فينا، وانما ان فعلا الدوله الواحده سيصبح فيها العرب اغلبيه عن اليهود. وبالتالي الحل العاقل اللي بيشوفوه يهود امريكا ويهود اوروبا العقلاء بيطلبوا مظاهرات، يطلبوا بحل
حل الدولتين، لان هو ده اللي يبقى يحفظ الهويه للدوله اليهوديه اللي هي منظرها الحقيقه اكذوبه كبيره، واصبحت الديانه هي جنسيه. وانا دايما بقول يعني ان ده شيء مستفز، انه مطلوب من هذا الفلسطيني والغزاوي ان يعني يسيب ارضه عشان واحد روسي والماني وفرنسي يجوا يحتلوا مكانه. اجدادهم ما لهمش علاقه بينا وما كانوش في هذه المنطقه. صحيح. ومره قلت الكلام ده لاحد كبار المسؤولين، عزمنا على العشاء سفير اسرائيلي، وقال ان بنحتفل بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر. قلت له يا سيدي سيدنا موسى ده كان جدي انا، انما انت روسي زي ما لكش علاقه بيه، لا انت ولا اجدادك. صحيح. الاكذوبه تتكرر بشكل مستج، وعلى فكره يمكن بعض العقلاء ما يتصوروش ان قدره الكذب تكون بهذه الوقاحه. لا، في كذب وبوقاحه. يعني حتى بعض عقلاء اليهود بيجدوا ان ده قمه التجبر والكذب. صحيح فندم، ولكن هو الان يعني خلاص الحقيقه انه الكذبه يعني اعتقد تكشفت امام العالم اجمع، واعتقد انه حتى الاطفال الجيل الجديد اصبح يعي ابعاد القضيه الفلسطينيه وحقيقه القضيه الفلسطينيه. بشكر حضرتك جزيل الشكر السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، بشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات.